رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بین قلوبهم واجعل فی قلوبهم الایمان والحکمہ. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بین قلوبهم واجعل فی قلوبهم الایمان والحکمہ. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بین قلوبهم واجعل فی قلوبهم الایمان والحکمہ. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینہم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینہم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینہم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینہم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغيب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم،
وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجبر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واصلحهم واصلح ذات بينهم، والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغيب سے ملاقات کی دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغيب سے ملاقات کی دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغيب سے ملاقات کی دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغيب سے ملاقات کی دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة۔ رجال الغیب سے ملاقات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة۔ رجال الغیب سے ملاقات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة۔ رجال الغیب سے ملاقات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة۔ رجال الغیب سے ملاقات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة۔ رجال الغیب سے ملاقات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغيب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة.
رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بین قلوبهم واجعل فی قلوبهم الایمان والحکمہ. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بین قلوبهم واجعل فی قلوبهم الایمان والحکمہ. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بین قلوبهم واجعل فی قلوبهم الایمان والحکمہ. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغيب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم،
وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغيب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. رجال الغیب سے ملاقات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة.